وعودة لعيش سعيد، والعودة المرة دي بقى من خارج الاستوديو. وخارج الاستوديو بقى ايه؟ حدانا. احنا حدانا احنا فين؟ مش هنقول، بس بيبان ان هو حدانا. يعني بص، انا بدبلك مشوار طلعلك على الدائري، تعرف ده معنى ايه؟ ده دي حاجة كبيرة، دي حاجة كبيرة. بس احنا هنظبط لك الاداء. عشا؟ انا جاية هفتهن على سفر. طيب يا جماعة، للناس اللي بتتفرج دلوقتي، هي اتعشت قبل ما طلعت، مش واضحين بس. اتغديت ناقص العشا. هنجيب لك العشا. بوبو والله اول احنا بقينا بنخرج مع بعض قليل، فعشان كده انا مبسوطه قوي ان احنا هنتكلم في مواضيع كتير النهارده. هنتخانق. لا انا مش جاي اتخانق، انا جاي اتخانق بره، مش اتخانق جوه. هنا انا في برنس في نفسي، كوبايه الميه. كوبايه، يعني انا فين يا ابني المشروبات؟ يعني جاي لك دلوقتي المشروبات. اتقالي بس بشوف انا يا جماعه، انا بوبي خلاص يعني بقى. سوها بتدلعني بصراحه. انا بشوف انت لما تخرجني هتعمل معايا ايه. سوها بتدلعك؟ سوها بصراحه. والله سوها دي ليفه. تروق عليا ليفه. لا سوها. سوها. سوها رضا. سوها رضا يا عم، مالك؟ ايوه بس عليك يا سوها، والله مفتقدينك. بس انت براحتك. طيب بص، احنا النهارده هنتكلم في موضوع لذيذ جدا. مش قلت لك هنتخانق ليه بقى؟ هنتكلم في موضوع لذيذ جدا يا جماعه، وهو ان التغيير اللي بين الفصول. يعني دايما اللي هو واحنا بنخلص الصيف دلوقتي، داخلين قبل الشتاء بيبقى في الخريف، بعد الشتاء ربيع، بعد كده صيف كده. فحته اللي هي السونس كده اللي بين قبل الصيف وقبل الشتاء، قبل دخول الصيف او قبل دخول الشتاء، بيكون كده في حاله من المود سوينجز كده. الناس بتبقى مودها حاسه ان هي مش احسن حاجه، حاسه ان هي كده. السونس؟ سونس. لا ده المود سوينج على حسب الشخصيه. يعني انا بالنسبه لي انا ايو الصيف ده، انت تغيير الفصول بيضايقك؟ الصيف مش تغيير الفصول. ما احنا بنتكلم ماشي على تغيير الفصول ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس انا الصيف بيضايقني. بيقدرك قوي قوي. يعني طب مش احنا قبل كده اتناقشنا في الموضوع واقنعتك؟ لا، ما بقتنعش. انا اقول لك على حاجه. الصيف بالنسبه لي فيه ميزه وعيب. اوكي. عيبه حره وقرفه والفرهده والصبح الواحد ما بينزلش من البيت. دي انا الميزه بالنسبه لي انا كشخصيه ايهاب، يعني ملهاش دعوه ببني ادمين تانيين، ان انا الحمد لله كل الاخبار الحلوه بتجيلي في الصيف بجد. يعني اللي هو الجلو تايم بتاعك بيبقى دايما الصيف. الصيف. والشتاء طب بيحصل لك ايه؟ الشتاء بتتبلور الفكره او الموضوع الحلو. العدس والقلقاس. لا يعني مثلا يعني لو جالي مثلا يعني مصلحه، فبتبتدي من الصيف تظبط كده ويبقى لها ملامح وبتاع، خش على الشتاء تبقى ظبط. طب خلاص حلو، بتستوي في الشتاء. هي بتستوي دايما في الشتاء. حلو. فانا عشان كده بقى يعني دي الحاجه اللي بحبها في الصيف. بس طيب غير بقى الشتاء والصيف، انت اصلا فكره تغيير الفصول دي بتكئبك زي ناس كتير قوي، وبتعمل حاله من المود الوحش، وتبقى مقريف، عامل زي الاطفال اللي بتسنن كده. ايوه. وانت ادرى بالحته دي. ايوه وانا كمان. يعني احنا الاثنين بنسنن في نفس الوقت. ايوه. قلت له الدرس. الله، النبي اخباره ايه يا ايهاب؟ انت بتديله العضاضه. يومين عسل. عسل. مش عايز اقول كده. ايوه كده، انت كده روقت عليا. يعني شايفه شبايه الكاي. في ناس بتبقى عندها حته اللي هي المود سوينجز، او بتبتدي في بين الفصول تلاقيها اتغيرت، متقوقعه، مالك يا ابني، مالك يا بنتي، مفيش. بيقلبوا جوزاء يعني. بالظبط. لو كنت مهتم كنت عرفت لوحدك. بتقلب هرمونات برضو مع الجوزاء. أيوة. طب تروح الشغل ملهاش نفس، مش عارفه تلبس اصلا صيفي ولا شتوي. عارف اللي هو الفيس دي اللي هو انا مش عارفه اعمل ايه، اصيف ولا شتي، اقفل ولا اتقل ولا اخفف، انزل حاجه من تحت من فوق السرير. عارف اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى بنطلعها باكنج الشتاء او الصيف. فبيبقى في حاله من اللخبطه. في ناس على فكره لدرجه ان هي تلجا لدكتور نفسي. انت عارف ان الموضوع ممكن يوصل لليفل الوحش ان هي تروح لدكتور نفسي تتكلم معاه، تقول له ايه بقى؟ ان هي حاسه ان هي مودها وطاقتها قليلين عشان تغيير الفصول. لا على فكره ده بجد. لا ده بقى ان احنا نلجا حالات تاني. ان احنا نلجا لدكتور نفسي عادي. مش عيب، حاجه جميله جدا. الناس يا ريت تتجرأ وتعمل كده. بس انا الجا لدكتور نفسي، اروح اقول له معلش يا دكتور اصل ربيع جه وانا اتضايقت. لا مش بتبقى الربيع جه وانا مش هو ربيع ده مش انسان يعني. ايوه اتفضل يا عم ربيع. لا يعني ما تغيير الفصول. تغيير الفصول دي دراسات، وده بقول لك اللي انت عارفني. دي لعبتي. هو انت هتهزر ولا ايه؟ المخرج بتاع تغيير الربيع ده بالدراسات. على فكره دراسه بتقول لك. ايوه انا بشرب اللي بشربه دلوقتي ده عشان دي دراسه. لا بجد والله، والطب النفسي بيقول
وجدل، لو اي حتى دكتور متخصص او حتى حد فاهم في علم النفس حتى هيكتب كومنت وهيقول لك دلوقتي ان فعلا في الموضوع عن دراسه وعن علم ان في ناس مع تغيير الفصول مودها بيقلب. ليه؟ انت دلوقتي لو جيت غيرت سكنك من تجمع جيت زايد، تمام؟ هتحس بايه في اول كام يوم؟ هحس طول حياتي مش في اول كام يوم يا سيدي، يا ماشيه معايا اول كام يوم هتحس ان انت مش مكانك، ده مش سرير، ده مش لحافي، ده مش دولابي. اول يوم دراسه لو فاكره ايام الجامعه، مهما كنت مبسوط وتشوف صحابك بس برضو الكوميتمنت، المذاكره، الكويزز، الامتحانات كده يعني، فاهمني؟ مذاكره وكويزز وامتحانات ده عندك ده اكيد انت كنت بتعملي كده. انا كنت ده، انا ولا اعرف يعني ايه مذاكره ولا كويزز ولا امتحانات. لا اللي هو الدخله بتاعت بدايه كل حاجه. مثلا اول الجواز، ما هو كان برضو تحس ان هو احنا لسه أول مش مطبعين كده، اول الجواز زي نص الجواز زي اخر الجواز. لا بس في اوله صعب لان انتوا كنتوا لسه بتلنكوا مع بعض، فهو نفس في الموضوع. في ناس متجوزه بقى لها سنين ولسه بتلنك مع بعض ومش عارفه تلنك مع بعض. يا ابني جيبها البر يا ابني. يا ابني ففي ناس نفس الحوار ده، بقيس في بدايه كل حاجه في اللي انا قلته لك ده على بدايه ان انت بتستقبل فصل جديد. ماشي، هي انا اقتنع بكلامك. لو هنتكلم صيف شتاء ماشي، في اتنين بقى ما اعرفش جم منين، الخريف والربيع. ما اعرفش ايه اللي دخلهم معانا دلوقتي. يعني ليه هم اربع فصول؟ هو معترف بيهم في الوطن العربي كله، هم فصلين. عمرك ما حصل لك مود سوينجز في حته تغيير فصول؟ لا، المود سوينج مش بسبب تغيير الفصول. مود سوينج عشان هي مود سوينج، اسمها مود سوينج. يعني انا ممكن ابقى قاعد دلوقتي انا بقريف جدا معاكي رايق، بس الشاي مثلا معفرطني مثلا ممكن، بس هو مش معفرطني يعني فهتقلب. بتقول مثلا لا، بس انا عامه انا من الناس، حتى تجربة دي عليا انا شخصيا، انا مع تغيير الفصول بكتئب جدا، بكتئب بجد. لو بتلاقيني مالك يا بنتي في ايه، في حد ضايقك؟ طب عليكي قصات كمبيالاتني للملك انا كده، عارف اللي هو الشخصيه ببقى قاعده ساكته. ايوه انت عشان برجك مائي، مش كده؟ بتحبي تحبي الصيف وتحبي الحاجات دي؟ بس والله لا، بس هو انا خلي بالك بحب الخريف يعني، بانجوي فيه لان الجو بيبقى تحفه. ايه اللي بس يبقى عندي يعني؟ انا مش هجادلك، انا مش هجادلك، بس عمري في حياتي الناس هي الفيصل. ما قابلت فيصل ايه الفيصل. بس ولا فيصل ولا الهرم، انا ما قابلتش ولا حد يا ابني في الدنيا ما قابلتش حد في الدنيا لغايه النهارده، انا عايش بقالي 44 سنه ما حدش جه قال لي انا بحب الخريف. خريف ايه يا حاجه؟ بس خريف ايه؟ مفيش حد لا بابايا بيحب. باباكي بيحب الخريف؟ ايوه ايوه ماشي. شوفي باباكي ما شاء الله قد ابويا مثلا يعني، ما يعني ماشي اصغر شويه. اصغر شويه إيه؟ ماشي اصغر شويه. معلش يا حاج احمد بس ما هو الحاج احمد انا بتاعنا عادي، روحه رياضيه. بس يعني هي الفكره كلها فين؟ ان ماشي عندهم كان في خريف وبديع وربيع اكيد كان في ست فصول مثلا. اه ده جو. طيب. حتى كنا بناخدها في الدراسات، حر جاف صيفا معتدل ممطر شتاء، دي اللي هي بتاعت النشره الجويه. ايوه ايوه ايوه, أيوة. بس انت عارف بيقول لك الشتاء اللي جاي قريت إيه على شمال البلاد ايه؟ حشائش الزفانة. لا في مش عارف ايه، الجو خريفي معتدل الى مش عارف ايه، يميل الى مش عارف ايه ومش عارف ايه على شمال البلاد. دايما شمال البلاد فيها مشكله. فيها مشكله. طيب تعالى بس عشان انت بتقولي انا مش مقتنع ان في جو مود سوينجز في بين الفصول والجو ده، انا وانا مقتنعه جدا بالموضوع ده، فما تيجي بقى نشوف راي الناس ايه يا جماعه في الموضوع ده. هل فعلا بيحصل لكم مود سوينجز ساعه او في حته اللي هي التغيير بنشفت بين الصيف والشتاء ولا لا؟ خليكم معانا في عيش سعيد. ازيك الاول؟ الحمد لله، منور الدنيا. منور حضرتك. قبل ما نخش في الموضوع وقبل ما نخش على الراجل الطيب اللي جنبك ده، انت بتعمل ايه في حياتك؟ شغلي اللي هو ايه؟ حشري. انا حشري جدا، مذيع حشري. انا بشتغل في مجال ديجيتال ماركتنج، شغال سوشيال ميديا مانجر لفنانين كتير في مصر. ما شاء الله. بس وحياتي ابيض يعني. ابيض. يعني ما بز... طبعا انت بقى اللي بتزقهم وتدفع لهم عشان اليوتيوب يطرقع والحاجات دي؟ لا لا والله، هم كلهم اورجانيك، مش محتاجين. يعني انهم انا عشان يعني انت راجل شغال حلال، مش حلال. عايز تقع في ولا فخ؟ لا خالص، كله شغال اورجانيك. كله اورجانيك، مفيش اي حاجه بيد؟ لا لا خالص. اللي بيد انت.